برحب بحضراتكم مجددا، وبرحب بدكتوره سمر سعد عضو المكتب المركزي بالقطاع الطبي مبادره حياه كريمه. اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بحضرتك معانا يا دكتور. خليني ارحب كمان بالاستاذ محمود سلامه، باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بحضرتك. اسمحي لي هبدا مع استاذ محمود الاول، لانه الحقيقه عاملين دراسه، وانا يهمني برضو المشاهد يعرف من خلال دراسه حضراتكم طلعتوا بايه، بفكره لاي مدى انعكست المبادرات الرئاسيه هنا بشكل عام، مش بتكلم على القطاع الصحي فقط، على حياه المواطن، وكان اهمها ايه استاذ محمود؟ يعني خلينا في البدايه نتكلم عن ان هي المركز الحقيقه ما اصدرش دراسه واحده، المركز اصدر اكثر من دراسه على اكثر من فتره صحيح. وانطلاقا من مبادره حياه كريمه في 2019، ده كان بدايه العمل على المبادرات الرئاسيه ومدى تاثيرها على المواطنين. يعني الحقيقة أنه كان الجزء الأكبر والأهم هو مبادرات حياة كريمة، يعني المبادرة نفسها، لأن هي بتمس تقريبا 57 مليون مواطن، تكلم أكتر من 50% من المواطنين في الريف المصري بكل أبعادها، سواء كانت مشروعات خاصة بالبنية التحتية، سواء كانت مشروعات خاصة بالخدمات الحكومية، سواء كانت خدمات خاصة بالتنمية البشرية للمواطنين والتنمية الاقتصادية أو التمكين الاقتصادي للمواطنين في القرى، اللي بيبلغ عددها تقريبا بنهاية المبادرة احنا هنوصل لتقريبا 4000 قرية و 31000 تابع ليها. ده كان الجزء الأكبر الخاص بحياة كريمة. لكن الأوضاع الحالية أو الأوضاع اللي بدأت منذ جائحة كورونا في 2020، ابتدينا نبص للموضوع بنظرة أعمق وأوسع، نشوف المبادرات دي وتأثيرها في أو تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية اللي بينص عليها الدستور المصري. الحماية الاجتماعية مش هنتكلم عن جهود إغاثية، يعني لحد 2011 و2014 قبل تولي السيد الرئيس كانت الحماية الاجتماعية هي عبارة عن جهود إغاثية، بنروح نقدم مواد غذائية أو بنقدم أجهزة تعويضية أو بنروح لكرة، ده كان شكل الحماية الاجتماعية. ما بعد 2014 الدستور ده كان المنطلق الأول للحماية الاجتماعية، أنها أصبحت حق أساسي من حقوق الإنسان، ده في البداية، وبعدين تم ترجمة مواد الدستور بعد كده إلى يعني مواد أو برامج واضحة في خطة التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030. البرامج والخطط تم تحويلها إلى سياسات واقعية من 2014 تنعكس على تنمية بشرية حقيقية للترجمة بقى على الأرض، على أرض الواقع بالظبط كده. ننتقل من المنطلقات الفلسفية للحماية الاجتماعية إلى أشكال الحماية الاجتماعية اللي بتتم من خلال المبادرات الرئاسية. أولاً هتوقف عند أشكال الحماية بعد إذن حضرتك، بس هروح لدكتورة سمر. والحقيقة حياة كريمة برضو القطاع الطبي فيها أصبح محور أصيل، وأعتقد مجهود كمان دكتورة سمر تديتوا ازاي؟ غطيتوا ايه؟ اهم الحاجات اللي من خلال المبادرات حسيتوا انه فعلا الناس دي حرام مش ما كانتش عارفه توصل لحد، ما كانتش عارفه تلاقي اللي سواء بقى يكشف عليها، اللي يشخصها، اللي يعالجها، اللي تمام. كل ده لقيته. ده حقيقي. الحقيقه القطاع الطبي فعلا من اهم اعمده العمل في مؤسسه حياه كريمه، لانه بيمثل قطاع مهم جدا جدا بيمس كل مواطن. كمان انت هنا بتتكلمي على الطفل وعلى المراه كله ومش الانسان فقط. يعني هقول لحضرتك كمان بنعمل قوافل بيطريه، مش بس الانسان فقط. يا ما نعرفش احنا بالظبط، لا في قوافل بيطريه ونزل فعلا العديد منها. صعب ان احنا نحس بقيمة التطوير او نلمسه بدون صحة جيدة. فهو ده هدفنا، انه احنا شغالين في اطار تطوير، ولكن مهم جدا جدا صحه المواطن، انه في الاخر اتاكد ان هو بينعم بصحه سليمه. تمام. القطاع الطبي انطلق في فبراير 2022، فبراير الماضي. الحقيقه يعني لم يمر عام كامل حتى الان الا انه
يعني بفضل ربنا وبفضل مجهودات كل اللي موجودين في القطاع الطبي عملنا انجازات رهيبه جدا، وفعلا ده بقى يلمسه المواطن في الارض. احنا بنعمل ايه؟ زي ايه؟ احنا بنعمل ايه؟ احنا عندنا حاجه اسمها مجلس استشاري، مجلس استشاري ده مكون من عدد كبير من الدكاتره في كافه التخصصات، عندنا فريق عمل كبير جدا جدا المنسقين الطبيين على مستوى كل المحافظات، كل احنا موجودين على الارض، ده اللي بيميزنا ان احنا موجودين على الارض طول الوقت. المكان كأولوية ازاي؟ احنا طبعا موجودين في كل المحافظات، لكن الأولوية طبعا واللي دايما منسقين على الارض بيبقوا حريصين ان هم يكونوا متواجدين فيها، وهي المناطق الاكثر احتياجا، القرى، النجوع اللي محدش بيروح لها. احتياجا بالمعنى الكبير ولا احتياجا طبيا؟ احتياجا لكل حاجة، ما بيروح لهاش، ما عندهاش مستشفى، ما عندهاش وحدة صحية، النجوع البعيدة اللي صعب الوصول ليها، القرى المتطرفة، كل الأماكن اللي صعب الوصول ليها. إحنا عندنا المتطوعين، عندنا فرق طبية في كل المحافظات، وعندنا فرق متطوعين. الميزة عندنا إن المتطوعين دول من البلد نفسها، يعني أنا بجيب متطوعين بتوعي من القرية نفسها، فهو عارف العامل البسيط ده أو الفلاح ده أو الشخص ده أو المواطن العادي ده، عارفين بعض، عارفين بعض، بعض يقدر يوصل لي صوته، وعارف هو محتاج إيه، عارف إيه اللي هو محتاجه بيوصله لي وأنا أقدر أقوم له بيه. تمام. على سبيل المثال، من كام شهر جالنا من منسقين ومتطوعين على الارض ان في غرب سهيل محتاجين مشكله، غرب سهيل دي فين؟ في اسوان. اسوان بالظبط. محتاجين قافله للرمد، عندهم مشاكل في العيون. قمنا بالفعل بقافله في غرب سهيل، وتم الكشف وتم صرف العلاج والادويه، ولو في حالات بقى بتكشفوا مجانا كله مجانا، الكشف مجانا. عايزين نكلم الناس على ان هي ما تعرفش المعلومه. هكمل لحضرتك كمان عشان انا بدات كلامي بالمجلس الاستشاري، هقول لك هو ايه المجلس الاستشاري. بنكشف مجانا، بندي علاج مجانا، بنتابع مجانا، والعمليات مجانا، والعمليات مجانا. اتفضل. زي ما قلت لحضرتك، احنا عندنا المنسقين على الارض في كافه المحافظات، بنرصد حالات محتاجه مساعدات، واحيانا في حالات هي اللي بتدور علينا بتبقى عايزه ان احنا نساعدها. وانا هجيب لكم حالات عينينا. هو بالفعل كان في حاله اعتقد من كذا شهر، نواره من اسكندريه. ايوه. وبالفعل الفريق الطبي في اسكندريه راحوا لها بعربيه اسعاف وخدوها. حصل. كشفت بطنه وكشفت صدر ورمد. أيوة. واخدت العلاج اللازم. هايل. والحمد لله يعني جدا، الحمد لله على سلامتك يا نوارة. انا لسه بعت حاله للتحالف الوطني، هنتابع معاهم برضه. احنا عايزين المواطن يحس احنا موجودين معاكم. أي حد محتاج اي مساعده طبيه ايا كانت، احنا موجودين. ومش بنقول احنا هنعمل، لا، احنا عملنا وما زلنا مستمرين. لما بيتم رصد الحالات من خلال المتطوعين. لما لقيتوا ورحتوا القريه اللي حضرتك قلتي عليها دكتوره سمر اللي في اسوان، هل بتبحثوا عن اسباب؟ يعني لقيتي في طلب من اكتر من حد على في مشكله في الرمد. تمام. بتعرفوا اسباب؟ تبحثوا عن اسباب؟ بتشوفوا؟ طبعا طبعا. احنا بننزل، ده اعتقد مهم، بننزل معانا دكاتره طبعا من الجامعات، وعندنا استشاريين كبار ودكاتره كبيره في التخصص ده. وطبعا يعني بيعملوا زي سيرفي او ايه اسباب ليه المكان ده محتاج رمد. في بعض الاماكن بتكون فعلا معروف عنها مثلا انه عندهم مثلا مشاكل في الصدر عشان في حواليهم يعني ده معروف طبعا. وفي اغراض بتحطوه في الاعتبار طبعا. طب احنا عندنا داتابيس كمان بكل البيانات، بكل الحالات، بكل الامراض، يعني عندنا كل حاجه بتتعمل بتتسجل على الداتابيز، وعارفين ايه اكتر مكان اكثر احتياجا، ايه المكان اكتر المرض الفلاني موجود في انهي مكان اكتر، وهكذا. ارجع لحضرتك، لما بنعمل رصد للحالات بيتم عندنا مجلس استشاري، بيتم عرض الحالات دي على مجلس استشاري. طبعا كله من الشباب، تخصصات مختلفه، كلنا شباب. طبعا في تخصصات مختلفه. تمام. بيبقى زي مش بس انا بعرض الحاله واقول اوكي هساعدها مش هساعدها، لا، بتبقى فعليا ملحمه. ليه بقى؟ احنا كلنا شباب، كلنا تخصصات مختلفه، بطنه، النساء، يعني شاطرين. كلهم ماجستير ودكتوراه وكلهم شاطرين. متمرسين. تمام. يعني بتبقى ملحمه. ليه انا قصدت اقول لحضرتك الكلمه دي؟ لان هي ما بتبقاش انا بعرض قولي لي الحاله هساعدها ولا لا، بتبقى ديسكشن. طب الحاله دي مثلا ممكن تكون جايه بتشتكي من سكر. ايوه. فتلاقي مثلا بعد ما عرضنا الاشعه والتحاليل، طب انا مش بس هعرضها سكر، اللي عندها ده ممكن ياثر على رمد، فلو سمحتوا نكشف لها بطنه ورمد. ونتابع بقى. بالظبط. فكل حد في المجلس بيقول رايه فيما يخص تخصصه، بحيث ان انا اشمل الحاله دي بكل التخصصات. انا عايزها
يعني تلقى الرعاية اللي محتاجة كلها، مش مجرد علاج ودواء المرض السكر لا. بس مدى تأثيره على العظم، مدى تأثيره على النظر، مدى تأثيره عن كل ده. بيتم الموافقة أثناء المجلس الاستشاري على الحالة دي. بعمل فيها إيه بعد كده؟ إحنا عندنا بروتوكول تعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بنقدر بيطلع جواب للحالة دي من رئيس القطاع الطبي عندنا في المؤسسة. الحالة دي حياة كريمة طبعا. بتروح أي يعني على كل مستوى المحافظات كلها، بتروح المستشفى الجامعة اللي قريبة منها، بيتم التنسيق ليها بميعاد، وبتروح حد بيقابل لها خلص لها كل الاجراءات وكل اللازم، وبيتم الكشف عليها. طب كشفنا عليها ومحتاجه عمليه، احنا معاها لحد ما ده يتم. هايل. احنا معاها، احنا عندنا قصص نجاح في ده. يعني عندنا لو تسمحي لي اقول لك مثلا امثله بسيطه. احنا كان عندنا حاله من المنيا، كانت تعاني من ورم في العين، وتم ازاله الورم وهي صغيره. وطبعا لان بقى تجويف العين فاضي، ده ادى لان عظام الوجه بقى غير متماثل، يعني حصل نمو للعظام بشكل غير متماثل. بعد كده دلوقتي احنا عملنا لها ايه؟ احنا عملنا لها جراحه وجه وفكين، عملت العمليه في مرحله اولى وخرجت من العمليات. الله. والمرحله الثانيه ان شاء الله خلال اسبوعين هيتم تركيب عدسه للعين. هايل. عندنا طفل كان داون سندروم متلازمه داون، عنده سنه، اتولد بدون مسار للاخراج، عملنا له العمليه وخرج الحمد لله بالسلامه. عندنا امثله كثيره جدا جدا لحالات عملت العمليه. مش بس عمليه، لا، انا من اول ما الحاله بتخرج من عند المجلس الاستشاري بتروح تكشف. بتكشف محتاجه اشعه، محتاجه تحاليل، محتاجه ادويه. هرجع لحضرتك في تحقق كمان على مستوى المرأة والطفل كمان تحديدا بشكل كبير. بس دكتورة سمر، أستاذ محمود، هي بتتكلم بتقول احنا بنبحث وبنشوف، وحضرتك الدراسة اللي عملها كنا بنتكلم على فكرة جودة الحياة. لما بنتكلم على صرف صحي، تم مثلا التعامل معاه من خلال الحياة كريم والمبادرات ده يسمع في الحالة الصحية على طول. أكيد. للمريض بالظبط. يعني احنا بنتكلم عن جودة الحياة، والقطاع الطبي أو القطاع الصحي في المبادرات الرئاسية حقيقة يعني هو نقطة مضيئة. لا يقتصر على الجهود اللي بتقوم بها مؤسسة حياة كريمة فقط، ولكن هي من بداية 2014 لو نفتكر مع بعض بقى ايه مبادرة 100 مليون صحة طبعًا. والقضاء على فيروس سي والقضاء على قوائم الانتظار طبعًا. فجهود الدولة فيما يتعلق بالقطاع الطبي اكبر بكتير من الجهود اللي بتقوم بيها مؤسسات حياة كريمة منفردة يعني. أي. معها طبعا لو بنتكلم عن باقي المؤسسات، فالمجتمع المدني بيشارك بشكل كبير. صحيح. في النقطة دي من تحت قيادة التحالف الوطني حاليا. صحيح. صحيح. انا هتكلم عن باقي اشكال الحماية. اشكال الحماية هنتكلم عن الدعم النقدي المباشر والدعم السلعي او الغذائي، تكافل وكرامه. هنتكلم عن يعني تكافل وكرامه هو احد اشكال الدعم النقدي المباشر، ولكن الموضوع برضو لا يقتصر على ان احنا بنقدم يعني دعم شهري لحوالي 20 مليون اسره في تكافل وكرامه حاليا، ولكن الموضوع بيتخطى ذلك الى تحسين جودة أو تحسين المرتبات من 2014 أو من 2011 إلى الآن. لو بنتكلم عن أنه كان أول إقرار للحد الأدنى للأجور كان 1200 جنيه، ابتدى يتم مضاعفته وصولا إلى 2700 في الوقت الحالي، في ظل يعني الحالات التضخم اللي بيشهدها الاقتصادات العالمية عموما. بنتكلم عن أنه الدعم كمان الموجه إلى المواد التموينية أو الخدمات المواد البترولية برضو نفس الكلام. يعني الأجور والمرتبات بتمثل 400 مليار جنيه في موازنة السنة دي. بيجي بعدها على طول الدعم للسلع التموينية والمواد البترولية بحوالي 356 مليار جنيه. حوالي يعني بتكلم في كام، 40% مثلا من موازنة الدولة موجهة إلى الأجور ودعم السلع. هنروح للدعم الغذائي ده في المواد التموينية، ومع جائحة كورونا والحرب الروسية والتداعيات ابتدى يبقى فيه جهود موجهة أكتر إلى توفير الـ يعني علب المواد الغذائيه او الكراتين المواد الغذائيه اللي بيتم توجيهها بالكامل، وده كان في مبادره بيقودها التحالف الوطني تقريبا السنه اللي فاتت. لتوزيع حوالي مليون كرتونه. مليون كرتونه. ارقام كبيره يعني الحقيقه. في رمضان اللي فات كان وزعوا مليون كرتونه، ودي كانت المرحله الاولى من وصل الخير. بعدها رحنا للمرحله الثانيه، يعني
في ظل تداعيات الجائحه وتداعيات الحرب او التداعيات الاقتصاديه للحرب، السيد الرئيس وجه ان هو يبقى في مرحله ثانيه ممتده من يونيو اللي فات الى نهايه العام، وما زالت مستمره، هم مكملين وبتتخطى التكلفه الخاصه بال والنهارده في اخبار ان هم توسعوا كمان كتحالف بالظبط، يعني التحالف بيضم حوالي 30 كيان حاليا، نعم 50,000 متطوع اكتر، يعني يعني هو كان بادئ ب 24 مؤسسه ومعاه 30، يعني وصل الى 30 من الكيانات الكبيره، وكل ده بيضم معاه جمعيات توصل لحوالي 37,000 جمعيه صغيره بيخدموا في كل المحافظات او المراكز تبع المحافظات. هتكلم عن النقطة الخاصة بالعشوائيات. العشوائيات الحمد لله اعتقد احنا حاليا مصر صفر عشوائيات بعد الخطة. لا انا بتكلم على انه ده انعكس بشكل ايجابي، المبادرات دي انعكس بشكل هو كان ايجابي. كان المبادرة الخاصة بالاسكان، يعني بنتكلم ان هو خلاص احنا هنتخلص من المناطق العشوائية والمناطق الخطرة وغير الامنة، ما بقيناش نجيب سيرة الكلام ده خالص، تخلصنا تماما منه، يعني لو بنبص على المزرعة أو غيط العنب في اسكندرية وتحولها إلى مشروع، الحقيقة مش متذكر الاسم يعني، وعندنا هنا برضو نفس الكلام في القاهرة مثلث مسبيرو الأسمرات تل العقارب، كل ده تخلصنا من المناطق العشوائية والمناطق غير الأمنة، وتم الإعلان عن 1,000,000 وحدة سكنية على اختلاف الفئات الاجتماعية، يعني الجزء الأكبر 400,000 وحدة سكنية تم توفيرها إلى محدودي الدخل، وبندخل في مرحلة تانية بتقدم تسهيلات لمتوسط الدخل كمان في مشروعات زي سكن مصر ودار مصر وجنة، كل ده بيتم توجيهه مش لفئة معينة دون الأخرى، أو إن احنا يعني بيتم توجيه الجهود أو التمويل للفئة الاجتماعي بالظبط، لا احنا كمان عندنا الإسكان المتوسط. طيب كل ده بينعكس على جودة حياة. خليني أروح لدكتورة سمر. دكتورة سمر، لو بنتكلم، أنا قلت لحضرتك على المرأة وعلى الطفل، لأن الحقيقة مبادرات كمان المرأة والطفل كانت كبيرة، 100,000,000 صحة كان بيشمل الجميع. صحيح. هنا بنتكلم على المرأة، بنتكلم على الطفل، بنتكلم على مبادرة دعم صحة المرأة المصرية بشكل عام، بنتكلم على الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم ده بالنسبة للأطفال. صحيح. وكشف النظر وتوفير النظارة وعلاج فقدان السمع، ويعني كل ده أنتوا بتشتغلوا فيه مجاناً. كل حاجة مجانا. طبعا دعم صحة الطفل والمرأة ده من أهم الجوانب يعني اللي احنا شغالين عليها طبعا. وبالفعل احنا جالنا حالات كتيرة جدا جدا، أطفال بالذات، أطفال كتير، محافظات ولا كل محافظات، كافة المحافظات، كرة طبعا. كرة. لسه كان عندنا طفل من كام شهر عمل عملية زرع نخاع، طفل 4 سنوات يا حبيبي. كان عندنا فتاة 22 سنة كان عندها مشكلة في العصب السمعي من وهي صغيرة، وكانت عاملة زراعة قوقعة، وكانت محتاجة نوع سماعة معين، يعني تكلفته 74,000، وتم تغطية إجمالي تكلفة السماعة وتم استلامها من أسبوع. فالحقيقة الطفل طب أنا عندي حالة كده، ممكن أبعتها طبعًا لك؟ طبعا ممكن أبعتها لك. هي الحقيقة إحنا عندنا، إحنا مش شغالين لوحدنا، إحنا معناش حالة. فكرني ياسر، قوقعة اللي معانا ولا حاجة خاصة بالعين البنوتة الصغيرة؟ هيشوفوا ايا كانت هي قوقعة. ايه ايا كانت الحاله موجود. احنا عندنا شركاء نجاح، احنا عينينا. احنا اللي انا بس عايزه اوضحه ان احنا مش بنشتغل لوحدنا، احنا معانا مستشفيات الجامعيه، المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعيه، معانا مستشفيات وزاره الصحه. عمليات زي اللي حضرتك قلتي عليها مثلا بعضها يا دكتوره سمر، دي عمليات صعبه اكيد، قويه واحنا عندنا يعني القادرين على بالظبط، عندنا المؤهلات والامكانيات. يعني اقصد مفيش حاله بتجيلكوا يعني الحمد لله يا رب، يعني مفيش حاجه بتعطلوا فيها؟ لا احنا عندنا يا فندم كل حاجه، بتعرفوا تدوروا على مين افضل حد بيعمل العمليات. وده فايده المجلس الاستشاري بتاعنا، ان احنا عندنا كل التخصصات. طب يا جماعه الحاله دي نعرضها في المكان الفلاني عشان ده بتوع الصدر هناك تقال شويه، او هنا صحيح، عشان دول بتوع العيون. فده فايده صحيح الملحمه اللي انا بقول لحضرتك عليها. هو ده الهدف من عرض الحالات على المجلس الاستشاري. في الاخر انا بعرف احرك الحالات دي تروح فين، عشان ده كويس في الحته دي، ده كويس في القلب ده. بمناسبه ان انتوا جهه حره، يعني اقصد مش ما عندكوش الروتين والبيروقراطيه القاتله دي، فخطواتكم بتبقى اسرع. خطواتنا اسرع وتواصلنا اسرع. احنا طول الوقت، يعني خليني اقول لحضرتك، يوم في حياه منسق طبي في حياه كريمه، المنسق الطبي ده بيعمل ايه؟ المنسق الطبي مش دوره بس ان انا اجيب الحالات يلا اوكي روح المستشفى، لا احنا دورنا انه نجيب الحالات،
نتاكد من استحقيتها ان انا فعلا الحاله محتاجه ان انا اساعدها، اوصل ورقها وتفاصيلها لمجلس استشاري، اعرضه عليها، اتاكد، اخد الموافقه، اجيب لها الجواب. تستحق المساعده هنا تقصدي من خلال يحتاج الدعم فعلا، يحتاج الدعم، المساعده، المساعده فعلا. بالتواصل بقى هنا مع دكتوره نيفين الاباج، ومع احنا عندنا كالتضامن مع الارض، مع الارض ولا مع الارض، احنا عندنا متطوعين على الارض، احنا بنروح لحد الحاله لحد بيتها. مساء الخير، احنا جايين. احنا لا اقصد ايه يا دكتوره سمر، انه طبعا حضرتك عارفه الدنيا بقت غاليه، بالظبط، العلاج بقى غالي، العمليات بقت غاليه، فاقصد ان انت ممكن يكون حد ما بياخدش تكافل وكرامه لانه لا يستحقه، يعني ظروفه افضل لكنه غير قادر على بعض العمليات، وده اللي احنا متاكد منه، ده بتوافقوا عليه؟ طبعا طبعا، هايل. احنا موجودين عشان نساعد الناس، هايل. ايا كان هو محتاج ايه، احنا بنروح له لحد عنده لحد بيته، بيستقبلنا. انت محتاج ايه؟ طب عايز ايه؟ ممكن يكون واحد مش عايز حاجه، احنا عندنا نتورك كبيره قوي، ممكن يكون حد هو محتاج عمليه بس عايز دعم تاني بشكل تاني، اقدر انا اوصل حالته لزمايلي في القطاعات التانية. فاحنا عندنا شبكه تواصل كبيره قوي، مش بس يعني طبي. طب انا رحت لحد محتاج عمليه بس وانا قاعده معاه قال لي ان هو محتاج فقط يسقف بيته بالظبط، بياناته وابعتها لزميلي في القطاع التاني بالظبط. يعني عندي حاله تسقيف اوضه، عيني ده عندي حاله تسقيف اوضه، يعني احنا بالفعل شغالين في بعض الكوره. انا جاي اشيلك الناس اللي عليا، انا ما فوتش يعني اي، اطلع بطلع باي مصلحه، ده شيء يسعدنا جدا، بطلع يعني بطلع باي مصلحه، ما تتخيليش حضرتك مدى السعاده. ولو كلمتي اكتر هشيلك اكتر. لا لا، احنا يعني حياه كريمه، وقطاع الطبي كمان خصوصا احنا تحت اسم امر اي حد، والله اختيار موفق. حياه كريمه، يعني يعني تخيل، يعني بتقول لك احنا لو هو محتاج حاجة في الجانب الطبي وهم رايحين يشوفوا حالته صحيا أو طبيا محتاج إيه، لو في وسط القعدة دي وهم قاعدين بياخدوا البيانات قال لهم أنا مثلا عندي مشكلة في المكان الفلاني، بعيدا عن القطاع الطبي، أنا فاهمة صح؟ بالظبط. فبيتم التواصل من كل الجهات الخاصة بهذا المشروع العظيم حياة كريمة، وبيبدأ هنا التنسيق على كل المراحل. بالظبط، هايل هايل. اعتقد ده يعني يعني جوده حياه مواطن قد يكون بالشكل اللي دكتوره سمر بتحكي عليه، وهي بتقول لك في اماكن ما فيهاش حتى مستوصف، صح؟ مظبوط، كانش فيها حتى مستوصف. مستوصف ده يعني حتى انا بتكلم على 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 هيكل، يعني ده ما فيش الهيكل، ما بالك بقى التمريض، وما بالك الطب جوه والدكاتره والاجهزه وكل ده مش موجود. انا بروح له بقى بالقوافل. انت بتروحي له بالقوافل وبتتابع القوافل الطبيه. احنا عندنا من شهر فبراير حتى الان عندنا حوالي 1,077,000 مستفيد من القوافل الطبيه. القوافل الطبيه، القوافل الطبيه بالتعاون مع غير الثابت، بالظبط. القوافل انا بروح بعربيات معايا كل التخصصات والكيتس التحاليل اللي اقدر اعملها اثناء يعني في العربيه. أيوة. ولو حد محتاج اي حاجه ازيد بقدر احوله على مستشفى جامعه او مستشفى وزاره صحه. قوافل بتروح كل القرى وكل النجوع، بيتم الاعلان عنها بشكل اسبوعي على صفحه حياه كريمه. أيوة. كل القوافل الطبيه، بحيث ان اي حد في اي قريه يبقى عارف ايه ميعاد القافله عنده نازله امتى، سواء بالتعاون مع مستشفيات الجامعيه او مديريات الشؤون الصحيه. ولو الحاله راحت اثناء القافله ولقوا ان هي محتاجه تدخل ازيد، عمليه جراحيه، اشعه مش موجوده، يعني مش موجوده اثناء القافله. أيوة. عشان صعب يتنقل الاجهزه. مفهوم. بيتم توجيهها بتروح تعمل الاشعه بتاعتها، بتعمل التحاليل، ولو محتاجه عمليه احنا معاها لحد ما تقوم بالسلامه وتاخد الخدمه الطبيه المطلوبه. والله مشروع عظيم، حياه كريمه، وفكره عظيمه، اللي على الارض اقوى من الدراسه كمان يا استاذ محمد. اكيد طبعا، مش كده؟ يعني بجد كلام مهم، وحياه كريمه مش بتستنى انه ان هي تروح لحد، لا، مشروع حياه كريمه ومبادره حياه كريمه بكل تفاصيلها، هي كمان بتستقبل لو حد محتاجها، هي بتستقبله وبتكون في ظهره، مش كده؟ شوف، ما شيلتكيش غير حالتين بس، يعني عينينا. اهم حاجه يكون المواطن حاسس باللي احنا بنعمله، هو ده، لانه كل اللي بيحصل ده عشانه. بالظبط، عشان كده كنت انا يعني مهتمه بانه الدراسه تظهر للمشاهد على مردود هذا المجهود. ما هو انت ممكن تبذل مجهود غير طبيعي بس ما يوصلش، انت ما عملتش حاجه، ما احترمي. انما لما تعمل مجهود ويصل والناس تقول ده انا
اتعالجت تبع حياة كريمة، الناس تقول ده أنا جم سقفوا لي بيتي، جم عملوا لي صرف صحي، جم، هو ده الانعكاس المباشر للمواطن. بشكركم شكرا جزيلا، بشكرك دكتورة سمر استاذ محمود، بشكرك تشرفت بيكم، بشكر حضراتكم، واشوفكم بكره على خير، مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.